أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يكثر بين طلبة العلم المراء والجدال فيما بينهم في العلماء، فمنهم من يقول هذا مبتدع ضال، ومنهم من يزكيه، نصيحتكم لهؤلاء؟ ما ندري، أظن العلماء، العلماء نعم منهم ضلال ومنهم علماء علماء يعني فسقه، ومنهم علماء صالحون علماء مستقيمون. العلماء ما هم على وتيرة واحدة، ما ندري وش يقصد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.